يعني كنت سمعت ان كان في بعض المشكلات ان انتوا تعرضتوا ليها، معسكر كان في المنوفيه، يعني كان في صعوبات انتوا واجهتوها، ومع ذلك في بطوله افريقيا اللي هي كانت في تونس جبتوا اول عام، اول ترتيب عام على الفرق، اول ترتيب عام على الفرق. ازاي من الصعوبات دي بتحققوا الانجاز ده؟ يعني عايزه افهم. والله احنا ممكن نستحمل اي حاجه بس يعني في الاخر نتقدر. ممكن نقعد في اي حته ونتمرن في اي مكان بس الناس تقدرنا، يعني احنا بنستحمل وبنيجي على نفسنا وفي بنشرف بلدنا بره وبنرفع اسمها ومش بنتنازل كمان. يعني احنا مش اول سنه، دي كل السنين اللي مرت علينا، مش هنيجي في سنه يعني نوع من سبب حاجه زي كده. لا احنا هنستحمل بس بعد كده تقدروا يعني الناس دي. طيب انت في كان في معسكر في المنوفيه، كان في معسكر في المنوفيه قبل تونس، كان في مشكلات كتيره، كنت انتم يعني متضررين شويه، ازاي البطوله بتقرب واحنا مش بنستعد الاستعداد القوي. اتحاد المصارعه وفر لكم بعد كده، يعني انتوا كان عندكم مشكله وما اتكلمتوا فيها، اتوفر لكم مكان تاني؟ المشكله اتحلت اهو، وقعدنا في مكان تاني وتمرن واتمرنتوا. اتمرنا اهو لحد ما لعبنا البطوله. هو من الاول كان ايه، اخطاء اداريه ولا ايه؟ يعني اختيار المكان كان بناء على ايه؟ لا اختار المكان بناء يعني هو قرار مجلس، كان بعيد قرار عن مجلس التدريب إدارة. بتاعكم صح؟ كان بعيد اه، كنا بننزل نركب عشان نروح من التمرين، عشان تروحوا التمرين. يعني كان في انا بقول الطريق صعوبه مش طبعا، تعب مش سهل خالص، مش سهل طبعا، لا زي ما الناس فاكره. يعني جبتوا في البطوله 6 ذهب، 6 ذهب او 7 ذهب تقريبا، و3 برونز. ده الكلام ده من 10 موازين، من 10 يعني كده من 10 موازين ما شاء الله.